سلام بنات، منو تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم كيف ما كتشوفوه هي بقلاوه غادي نصاوبوها بلي زاموند و بالقرقاح حتى هو. المهم هاد بقلاوه راه كتجي غزاله وسهله واحد الطريقه جد سهله، غادي تشوفوا انها فريمون سهله زعما اي واحد يقدر يديرها. ما نطولش عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. كيف ما كتشوفوا هنا عندي درت رابعه من كل حاجه، ولكن راه ممكن ديروا غير نص كيلو تاع اللوز كامل عوض ما ديروا القرقع واللوز، ديروا نص كيلو كامل تاع اللوز. اللوز ماشي سلقته، غير خويت عليه الماء طايب، حيدت ليه ديك الجلده ديالو وقليتو في معلقه واحده تاع الزيت، ماشي هزيتو هكا وخويتو في واحد المقله غيسه بالزيت، معلقه واحده بقيت كنديه ونجيبو حتى تحمر عاد ليا بحال هذا الشكل. وهنايا عندي كيف ما قلت لكم رابعه تاع القرقاع. السكر هنايا عندي 155 غرام، ولكن ممكن تمشو حتى ل 200 غرام، انا كنقص الحلاوه حيت شابخيره غادي نزيدو مازال العسل، هذاك الشيء علاش درت غير 150 غرام، ولكن ممكن ديرو كثر الا بغيتو. هنايا عندي رابعه الزبده، نقصت منها 50 غرام اللي ها هي ذوبتها كيف ما كتشوفوا هنا بحال هكا. وعندي هنايا معلقه تاع الماء زهر، عندي العسل هذا نديرو في الاخير، وعندي هنايا المسكه الحره واحد جوج حبات بحال هكاك، غادي نطحنوهم مع واحد المعلقه تاع السنيده باش كدوب لينا هذيك المسكه الحره. وعندنا هنايا لاباط فيلو، هاد لاباط فيلو الوزن ديالها فيه 480 غرام، هادي خديتها من عند واحد البوشخي حلال كيجيبو هادشي تاع الترك حتى هو، خديتها من تما. هادو كيفما وريتكم لي زانغغيديون اللي غادي نحتاجو. واحد قبصه الملح حتى هي غادي نزيدها، نسيت ما حطيتش الملحه، ولكن غادي نزيد فيها واحد قبصه الملح. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ اللوز نديروه وغادي نزيدو عليه القرقاح حتى هو بحال هكا. سدينا هنا الروبو، غادي نجو هنا الوقت غادي نديرو واحد 7 ثواني بحال هكا. هادي 7 على الفيتاس نمره 6 فوالا، ونديرو ديماري. هنا كيف ما شفتوا الخليط ديالنا خاصو يجينا على هذا الشكل، كيبقى شويه محبحب هكا، ما غاديش نبداو ما غاديش نيلوه، راه غادي يبقى لينا بحال هكا. ودابا غادي ندير الفوي فوالا، غادي نحاول نثبتو شويه بحال هكا فوالا باش يدور ليا مزيان. غادي نزيد عليه دابا هذيك سنيده بحال هكا، ودابا غادي نزيد هذيك مسكه حره اللي درتها مع السكر. بالنسبه للمسكه حره الا ما كانتش حداكم شي بوشخي ولا شي بلاصه من تشروها، غنخلي لكم لو ليان صندوق الوصف من البلايص اللي تقدروا تلقاوها فيهم. هي الشكل ديالها ماشي بحال ديالتنا تاع المغرب، غير هي عندها لو ميم افي، كتغيست اون غوم اليمونتير، يعني كنستعملوها في هادشي تاع الطبخ والطياب. فوالا غادي نزيدها بحال هاد الشكل. غادي نزيد هذيك الزبده اللي ذوبت 50 غرام اللي قلت لكم بحال هكا، وغادي نزيد واحد ليكيفالون ديال معلقه كبيره ديال العسل بحال هكا، وغادي نزيد كذلك واحد تقريبا معلقه كبيره حتى هي تاع الماء زهر بحال هذا الشكل هكا. فوالا هادو هما لي زانغغيديون اللي خاصنا نديرو في لو بول. سدينا هنا على الروبو، دابا غادي نجو الوقت ولا فيتيس، غادي نديرو 30 ثانيه بحال هذا الشكل، وغادي نديرو لا فيتيس جوج غير هي. الا سمعت واحد الصوت مزعج تاع شي حاجه كتقرقاب ولا هذا، حبسوا في ساعه وطلوا على واش داك الفوي باقي في بلاصتو ولا لا. بهذه الطريقه فوزيت سيغ ما غاديش يتهرس لكم، وتخلوا الروبو داير هكا هو كيتهرس او ميم طون. صافي هادو هما النصائح اللي نقدر نقول لكم على لو فوي. غادي نديرو دابا ديماري. وهذا الخليط ديالنا كيف ما شفتوا كيجي هكا مرمل، يعني هاد لا تيكستور زوينه بحال هاد الشكل. فوالا غادي غزاله غزاله، عرفتوا غير الريحه ما نقولش لكم، واحد الريحه طالعه منه من زوينه. دابا نجو فوق العافيه، غادي نديروا واحد المقله بحال هكا، وغادي نضيفوا ليها هذيك 200 غرام اللي بقات لينا تاع الزبده كيف ما شفتوا قطعتها زعما مكعبات هكا باش تذوب ليا دغيا، ما تاخذش ليا وقت بزاف باش تذوب. صافي غادي ندوبوها هكا، ومن بعد غادي نحيدوها ونخلوها تبرد. مني بردت ليا هذيك الزبده غادي نجيب واحد اللاطه هكا تاع الفران، وغادي ندهنها بحال هكا بالزبده كامله. دابا ندوزو للمونتاج، غادي نحلو هاد الباتيه. ملي حليت هذيك ورقه الفيلو خاصكم تعرفوا انها راه دغيا كتنشف، هذاك الشيء علاش من الاحسن زربوا شويه في يديكم خفوها
حيتاش غادي كتنشف دغيا. الوغ كنهز جوج الورقات هكا ملاصقين مع بعضياتهم، ومام تقدر تقطع ليكم. انا هادو ديجا هاد الورقات غير جريتهم وما تقطعو، مي معليش ماشي سي با غراف. غادي نحيدهم بشويه، كتبغي هي زعما لا ديليكاتيس. غادي نعاود نجمع الاخرى في الميكا باش كتبقى ليا طريه ما كتنشفش. وكنجيب هادوك جوج ورقات ديالي بحال هكا، هادي ديجا قلت لكم قطعتها مي معليش، غادا نساعف معاها حتى نجمعها مقاده. غادا نجيب الزبده اللي ذوبنا وغادا نبدا ندهن فيها. فريمون كتبغي لا ديليكاتيس، الواحد يكون يدو حنينه فوالا. سينو غادا تقطع، غادا نبقى غاديه معاها بحال هاد الطريقه حتى نكملها كامله. فوالا ملي دهنتها كامله، دابا غادا نبدا نجيب هذوك الحشوه ديالي ونحطها انايا هنايا في النص. كنخلي واحد سنتيم من هنايا خاوي وسنتيم من التحت خاوي، حيت اون فوا غادا نبدا نلويها غادا تبدا تخرج من الجناب. هذاك الشيء علاش ديروا بحساب ان ما تبداوش العماره زعما من هيها من البديه. فوالا هي راه ما كنصاوبو لا قطيب لا والو، كنصاوبو كنشكل واحد المجموعه غير تكون ما تكونش الخويات وصافي، كنبقى بحال هاد الطريقه. انا هنا هاد العماره راه زعما مزيانه كثيره، فهمتوا؟ حيت اش كيديروا الناس باش تخرج لهم زعما يقتصدوا في العماره، كيديروا الوراقي عوض ما يديروا جوج كيديروا ربعه. هكا ملي كيقطعوها كتكون العماره فيها غير شويه والورقه اللي فيها بزاف. مي انا كما قلت لكم كتعجبني الحاجه تكون زعما على حقها وطريقها. وفوالا ابخي كل واحد يدير على المقدور ديالو الاستطاعه ديالو. غادي نكملها بحال هاد الطريقه. فوالا دابا عندي نحاول يكونوا فريمون بارتو باغي، ماشي جهه عامره وجهه خاويه بحال هاد الشكل. ودابا غادي نجيب واحد القطيب بحال هكا وغادا نلوي عليه الورقه بحال هاد الشكل. فوالا هنا نعاود ندوز واحد الكوشه صغيره هكا تاع الزبده، ماشي بزاف غير شويه وصافي بحال هكا. وغادا نبدا نلوي فيها، عرفتوا؟ بشويه بشويه كيف ما قلت لكم راها كتقطع. فوالا ونبقى غاديه معاها بحال هكا، وميم طون كنزيروها كوميم واحد شويه باش ما ديك العماره تجمع من الوسط. وغادا نبقى غاده معاها هكا حتى كنوصلها. الوغ هنايا لتحت خاص تكون ديك الفتحه هي اللي تكون لتحت، داكوغ؟ دابا صافي درتها. هنايا جبت الطاوه ديالي، غادا نهزها بشويه وغادا نبدا ندفع فيها بهذاك القطيب باش تدخل كامله في الطاوه. ما عرفتش واش بانت لكم ولا لا، نقلب الطاوه بحال هكا، شفتوا؟ بحال قلنا كندفعها باش كيجوني فيها دوك التكيميش، هذوك التكامش كيجوا فريمون زويونين فيها في الشكل، كيجوا زويونين بحال هكا. غندوز عليها بواحد شويه تاع الزيت هكا سورتو من الجناب هكا. وغادا ندوز للورقه الثانيه وبلا ميم شوز، غادا نعاود لا ميم ايتاب. هنا من الافضل ديروا الفرشات هذاك بشكل طولي، علاش؟ حيت باش ما كتجروش الورقه وما تقطعش ليكم، بحال كتسبغوها بحال هكا على الطول ماشي على العرض. العرض غتبقى تمشي وتجي ليكم الوغ بحال هكا. وغادا نبقى نكملها عاوتاني هكا حتى نكمل هاد لو لون كامل. كنحط هذاك القطيب ديالي، كندير هاد اللويه هكا، كنعاود كيف ما قلت لكم شكل طولي باش الورقه ما تقطعش وبالمهل. فوالا وغادا نبدا ندير اللوي في هذاك القطيب ديالي هكا. هي كما كتشوفوا راه كتقطع ولكن سي با غراف، راه كتلو ديك التقطيعه كتغبر. فوالا حاولوا تقادوا الدوره دوره مقاده بحال هكا، وكنبقى غاده حتى كنكملها كامله وديك السده ديك القطعه لتحت تجينا في التحت ماشي الفوق. وحتى هي لا ميم شوز، غادي نهزوها بالمهل وغادي ندفعوها حدا القطيب الثاني بحال هكا. فوالا هاد القطيب كيعاوننا في المونتاج. داكشي ابري كاين اللي كيبغي فريمون رولوجي سامبل ما فيه لا موجه لا حتى حاجه، كيف ما قلت لكم كل واحد يدير الطريقه اللي كتعجبو واللي كتسل لكم. فوالا غادي نكمل هادشي كامل ونرجعو من بعد نوريكم لا سويت.
هنا قاديت البلا ديالي، خرجت لي هادشي اللي كتشوفوا، وهاد القطيب الاخر فيه غير ورقه وحدايا اللي شاطت ليا، دهنت من الفوق بديك الزبده اللي بقات عندي. ودابا غادي نبدا نقطع بواحد المصماضي، يعني على حسب الكميه اللي باغا ندير. كنهبط عليهم هكا مزيان بالموس باش ملي كيطيبوا ما يعذبوناش زعما، في باش نحيدوهم يكونوا ديجا مقطعين. نعاود نتاكد انه ملي كنجر الموس ما كتبقاش ليا واحله ليا شي حاجه في التحت، وكنبقى غاده بحال هاد الطريقه. الفران راه شعلت عليه باش يسخن، وغادا نكملو انا هادشي في التقطاع هكا، ومن بعد غادا ندخلو الفران حتى يتحمر من الفوق. هنا كيف ما شفتوا صافي، ها هي هاد البقلاوه ديالتي طابت، غير كتحمر واحد شويه، كنحبسوا عليها الطياب وكنخرجوها من الفران. ودابا غادا نجيب العسل وغادا نبدا نخوي عليها، غادا نحاول ندير الماكسيموم تاع العسل. هنا شفتوني ما درتش هذاك العسل اللي كيطيب في الدار، حيت فريمون العسل انا جو تروف العسل هكا تاع لي فلوري تو كيجي معاها حسن من العسل ديال الجليكوز اللي كنصاوبو في الدار. اون بليس دو سا زعما صحي اكثر من الاخر. غادي يشرب لي انا هاد العسل الاول، الا بقى محتاجه غادا نعاود نزيد عليها العسل من الفوق. فوالا غادا نبروفيتي ما حدها سخونه ونبقاو زعما كنسقو فيها بهاد العسل. اون بليس هذا راه ما غاليش، راه في ليدل داير شي جوج اورو وشي حاجه، يعني راه سي با شير. ناخذو جوج يتقامو علينا بديك 5 اورو، اون بليس سي صحي حسن من الاخر. ابري يفو دير كو العسل الاخر كيقبط فيها حسن، هنايا غادا تنشف لينا واحد شويه، ولكن كون درت ليها العسل اللي صاوبتو في لاشين راه غادي تشوفوا هذاك اللي درت، هذاك كيبقى قابط وكيبقى عاطي داك اللمعان. ابري كل واحد يدير اللي بغا، فوالا سي كل واحد يدير اللي كير الحاجه اللي كيرتاح فيها واللي متوفره عندي. وهذه بقلاوه ديالتنا، خرجتها من الفران، سقيتها بهذاك العسل كيف ما وريتكم، وهنايا زدت عليها اللوز اي فيلم قرض من الفوق. هذا كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. وكيف ما شفتوا من الداخل صافي الطبسه المشى للداخل، كتجي فريمون عامره ومعلكه، واحد لوغو ما نعاودش لكم غزاله. فوالا نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلامه عليكم.